مناطق المرشحة هي منطقة يعني مدينة الخليل والجبال المحيطة بها. هذه المناطق تزيد ارتفاعاته عن 900 متر ويكون أقصاها في بلدة حلفول جبل النبي يونس 1027 متر. هذه هي المناطق المرتفعة في محافظة خليل. نأتي إلى مرتفعات الجبلية في منطقة بيت لحم وجبل عصيون، هناك ارتفاعات تزيد عن 750-800 متر أيضا، بالإضافة إلى جبال القدس المرتفعة وجبال رام الله ومدينة رام الله أيضا، وبعض المرتفعات كتل عصور والمناطق اللي هي المحيطة برام الله وترتفع عن هذه حتى تصل إلى جبال نابلس التي تزيد عن 700 متر لمنطقة عيبان وجرذيم المناطق المرتفعة لمدينة نابلس.